الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج اليوم نشهد ونحضر الدورة العادية الأولى لسنة 2024 للمجلس الموقر تحت جدول الأعمال إعانات واعتماد مالية واردة من طرف السيد والي الولاية. الملف الحساس اللي هو ملف الري الذي ركزنا عليه كل قوانا من خلال الخرجات الميدانية للجنة الري والإخوة والزملاء مشكورين. الملف الثالث وهو تقرير حول القطاع الصحي واللي نعتبره دائما هو القطاع الحساس ويكون دائما في الدورات عبر السنة. ركزنا كثيرا على الاعتمادات الماليه الوالده من طرف السيد والي الولايه وكانت تحت عنوان تحضير لموسم الاصطياف، كان تحت عنوان اخر هو النظافه والنقاوه واعاده الاعتبار وبريق وجماليه ولايه مستغانم. الملف اللي كان حساس هو ملف الري حيث ركزنا على المياه المستعمله وقنوات الصرف، لان الحمد لله مع الرغم انه كان نقص في او شح مائي في الاونه الاخيره في الشاروب، ولكن احنا اخذنا بتوجه الدوله واللي هو استعمال هذه المياه المستعمله تروح للسقل ليريغاسيون اغريكول، تروح للسقل الفلاحي. الحمد لله ركزنا في جميع الخارجات ورفعنا انشغالات وتوصيات للسلطات الولائيه من حيث زياده في بناء المحطات تصفيه المياه الاستاف، المياه المعالجه وتحويلها الى السقي الفلاحي، كذلك على القطاع الصحي من حيث تخصيص الاعتمادات الماليه وتخصيصها في اطار اقتناء الاجهزه الطبيه، وهذا الشيء اللي يعود بالايجاب على المواطن المستغني. التربيه دائما التربيه ماهوش مدرجه في جدول اعمالنا ولكن كان دائما تدرج في جدول الاعمال. لو نروح نشوف الميزانيه الولايه او الميزانيه القطاعيه، الميزانيه الاعتمادات الماليه المخصصه في اطار القطاعي او ميزانيه الدوله تركز دائما على القطاع الاول وهو التربيه في اطار بناء المدارس، بناء الثانويات، بناء المتوسطات وتهيئه او اعتبار او رد الاعتبار ورد بريق للمؤسسه التربويه من حيث تهيئة المدارس، تهيئة المطاعم، بناء المطاعم، وهذا الشيء كل شيء اللي باه نرتقي بالمنظومة التربية في ولاية مستغانم من حيث التجهيزات والأماكن العمل. شكرا. تربية مستثماراتها. أما بخصوص تعزيز الاستثمار الفلاحي نثمن